وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد عبد الله الذوادي، مشرف وحدة المخدرات، رئيس نيابة محافظة المحرقة. أهلا بك في نشرة الثالثة. إذا ما أهمية إنشاء وحدة جرائم المخدرات وهي الوحدة التي تتبع نيابة محافظة المحرقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكر تلفزيون البحرين على إتاحة لنا الفرصة لبيان أهمية إنشاء وحدة جرائم المخدرات. بطبيعة الحال أن إنشاء سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البعينين لوحدة جرائم المخدرات كوحدة متخصصة للتحقيق والتصرف في جرائم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية هو استكمالا من سعادته لسلسلة التحديثات القانونية والإدارية على الهيكل التنظيمي للنيابة العامة سعيا نحو تطوير العمل فيها، وذلك بتعزيز التخصص القضائي على النحو الذي يؤدي لتحقيق العدالة الناجزة. فبخلاف الدور القضائي لوحدة المخدرات فهي راح تختص بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بقضايا المخدرات وإعداد المقترحات القانونية والتشريعية اللازمة، وذلك لمكافحة كافة أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية بالتوافق مع التطور الملحوظ في أنواعها وسبل جلبها، وكذلك لمواجهة ورط أنواع المخدرات المصنعة حديثا، وكذلك العمل على دعم فاعلية إنفاذ القانون وتتبع الجرائم دوليا خاصة فيما يتعلق بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم وفق أحكام القانون والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وصولا إلى مجتمع خالي بإذن الله من كافة أنواع المواد المخدرة. وشكرا. نعم، شكرا جزيلا لك. كنت معنا في نشرة الثالثة السيد عبد الله الذوادي، مشرف وحدة المخدرات، رئيس نيابة محافظة المحرق. شكرا على هذه المداخلة.